من اللوحات الفنية إلى الفن السابع، ملائكة الأرض اسم الفيلم السينمائي الذي قدمه كمشروع للتخرج في عام 1983، منذ ذلك التاريخ حتى الآن قدم 3 أفلام سينمائية، بداية بفيلم الحاجز ثم فيلم الزائر والفيلم الثالث حكاية بحرينية الذي أشاد به النقاد إقليميا وعربيا، وحاليا يجري الاستعداد لإخراج فيلمه الرابع. طبعا انتوا اكيد عرفتوا احنا نتكلم عن من؟ مخرجنا المبدع بسام الذوادي. صباح الخير. صباح الخير، شلونكم؟ صباح الخير عليك. صباح الخير. يا اهلا وسهلا فيك. طبعا احنا نتشرف ان تتواجد معنا في استوديو هوا ديره. يمكن نتكلم عن، بنحاول في الفتره الزمنيه القصيره نتكلم عن وايد اشياء، يعني احنا صراحه انا وايمان عندنا اسئله كثيره. اي اسئله كثير غير اللي مكتوبه هنا ترى. ولكن بنبتدي من الخبر اللي قريناه قبل كم يوم في هوا ديره ايضا عن استعداد لفيلمك الرابع عن 4 نساء شيء كذي، وكاتبه احمد الشهابي. اي نعم. هو الفيلم الى الان احنا صراحه ما استقرينا على عنوان له. لكن حمد صديق قديم، صار لنا يعني عمر مع بعض من قبل ما اروح ادرس من السبعينات الى الان. وهذا الرجل تعاملت معاه تقريبا في 3 اعمال. سوي لنا سهره، بداناها بسهره اسمها عيون تحت الجمجمه. كانت اول مره نسوي سهره رعب. كانت. بعدين عملنا فتاة أخرى مسلسل، وبعدها حسن ونورسل كان آخر شيء مع حنا. هالمرة وإحنا قاعدين بالصدفة طرح علي فكرة، يعني أنا عجبتني كفكرة، يعني أن الأسلوب، الطرح، التنفيذ، لقيت أنه ممكن دي تتنفذ بشكل جدا مختلف عن الأشياء اللي قدمناها. فكانت فكرة الأربع نساء ويقررون ما يشتغلون، أعمار متفاوتة صغار وكبار وما يشتغلون، فيقررون أن هم يسوون مشروع لأن ما في فائدة، يروحون يسجلون بعضهم في وزارة العمل عشان التوظيف وما يلقون الشغل. وإحنا دائما كنا نلوم الشباب، ليش الشباب البحريني توظفه وما يستمر في شغله عادة. فقلنا ليش ما نطرح ذي الموضوع من خلال هاي الفتيات الأربع نساء دلين. والهدف الأساسي منه يتهيأ لي بعد ما تناقشت مع حمد وكذا، أن نقول للشباب يا جماعة لا تنتظرون الحكومة تسوي لكم شيء، لا تنتظرون وزارة تسوي لكم شيء، تجيكم لعن باب بيتكم، سووا أنتم مشاريعكم، طلعوا بمشاريعكم، غيروا النمط السائد اللي موجود. ترى أنتم شباب وعندكم القدرة وعندكم الفكر وعندكم الحين التكنولوجيا دي، إحنا ما كنا نملكها أيامنا وكنا نراكض. صحيح. فليش انتم ما تخلقون شيء بروحكم وتعتمدوا على نفسكم؟ استاذ بسام، انت دائما افلامك تطرح قضايا، ويمكن كل فيلم لو بنصنفه عند جهه معينه، احنا ما بنصنفه، بنخليك انت تصنف لنا افلامك بدايه بالزائر، سوري ارتم، بدايه بالحاجز ثم الزائر. انا لانه وايد حبيت الزائر، قصه الجن وجريمه القتل وحكايه بحرينيه وايضا الفيلم الرابع اللي تتكلم عنه، تصنف لنا الافلام. الحاجز طبعا كتب امين صالح والحوار لعلي شرقاوي، كان هو باكورة الانتاج السينمائي، وايامها كنا نحلم ان نحقق فيلم سينمائي للبحرين. وكيف ان البحرين ما لها افلام سينمائيه ومو قاعده تشارك لا في مهرجانات ولا تعرض افلامها اللي تعبر عن المجتمع وعن العادات والتقاليد، على الاقل على الجمهور الخليجي خلينا نقول، وبعدين العربي. فالحاجز فيلم اجتماعي، جانب نفسي فيه كبير، شارك في كثير من المهرجانات، وإلى لغاية السنة اللي فاتت كان في ألمانيا، إلى الآن يلف في المهرجانات. الزائر فيلم إثارة مختلف تماما عن الحاجز، وهي تجربة بصراحة أنا وفريد رمضان لما عملناها كانت بطلب من الشركة المنتجة، هي شركة البحرين للسينما، طلبوا أن تسوون لنا هذا العمل إذا في إمكانية. نعم. عملنا فيلم زائر وطرحناه، وكان بإمكانيات جدا بسيطة، طرحناه للجمهور وإمكانيات جدا بسيطة. بعدين هي حكاية بحرينية. حكاية بحرينية الحقيقة مختلف تماما عن ما طرح. هو طرح في 2006 احنا نفذناه، لكن حكايه بحرينيه كتب في 97 قبل فيلم زائر. تأجل لغايه ما نلقى الممول، نلقى وانا وفريد، حتى فريد وصل مرحله انه هو يأس الكاتب فريد رمضان،
لين في الأخير تأسست شركة سينمائية قدمنا لها الفيلم، وبصراحة كان هو باكورة إنتاج هذه الشركة، الشركة البحرينية للإنتاج السينمائي، كانت هي اللي دعمت هذا العمل وأنتجته من بداية إلى النهاية. وصنفه تاريخي؟ لا، يعني أنا صنف اجتماعي رومانسي سياسي، هو يعني بس مو تاريخي، يعني مرتبط تاريخ بالواقع، لأن أنا الوطن تاريخ العربي في حقبة معينة. إيه لا، تجيب الحقبة ذي وتحاول مثلا لما يقول لك تذكرون كانوا يسوون فرجان الأول، الأستاذ راشد الجودر وأحمد المقلة كانوا وأبدعوا في هذا الجانب. هذا الجانب كان توثيق طول الوقت، تلفزيون البحرين كان يوثق للذاكرة من خلال هذه الأعمال. نعم. فالناس عرفت، عرفتها وايد أشياء أنتوا من لما شفتوا هيتهيألي جيلكم اكتشف أمور كثيرة. صحيح. غير نفس الشيء هدفنا في حكاية بحرين. الفترة من 67 إلى 70 هي فترة جدا مهمة بالنسبة لتاريخنا كعرب عموما بشكل عام، مو بس الخليجيين، من النكسة إلى موت عبد الناصر. الفترة ذي دائما كنا نشوفها بعيون مصرية أو أحيانا عيون عربية، لكن الخليجيين ما قالوا رأيهم فيها. احنا طرحنا من خلال حكاية بحرينية هذه الفترة وقلنا رأينا وقلنا وجهة نظرنا واسقاط هذه الفترة على الشعب البحريني، وش قد الشعب البحريني كان مثقف وكان سياسي وكان فاهم لأوضاع السياسية وكان الأوضاع العربية، كان فاهمها الشعب كشعب وكان مشارك أيضا. أي يعني حتى المرأة اللي ما تعرف تقرأ ولا تكتب كانت مشاركة في الأحداث السياسية وتحس فيها. والغريبة لما عرضنا الفيلم في نادي السينما لداريوكو، فياو من داريوكو تقريبا 70 شخص رجال ونساء كلهم عصروا يعني في السن وعصروا، ولما كلموني تخيل يعني تخيلنا اللي كلمونا يقولون لي زين طيب في الهيئة انتم ما تطرقت لهم الهيئة في الخمسينات، قالوا لكن لما صارت النكسة حصل كذا وكذا وكذا، احنا سوينا ذاكرة شعب ذاكرتهم موجودة. صح. فعلا، فعشان شي نبي نحافظ على الذاكرة. نعم. هو القصد من الأفلام كلها. نعم. المحافظة على يعني اللي شاهد فيلم حكاية بحرين كنت شاهدتي وأنا أيضا شاهدتها، يعني سواء من داخل البحرين أو من خارج البحرين راح يعرف هذه الفترة إيش اللي مرت فيه، وقصة شعب بالفعل هي حكاية شعب. ولكن تكلمنا عن الإثارة، تكلمنا عن السياسه، ولكن ايضا يعني مدد من استاذنا احمد خلال السماع يقول لي سأل عن افلام الكاراتيه والدم اللي سويتها قبل فيلم الحاجز ومراكب فوق الاسطوح. اهم شيء المراكب فوق الاسطوح. والله انا يعني كان ممكن يجيب لقطات منهم، ذكرتوني هاي الافلام، لان اول شيء انور احمد لازم تعرفون هو بدا معاي من يوم احنا صغار. فبدأنا نحلم بأشياء كثيرة، من ضمن أحلامنا أنا وأنور كان أن نهاجر ونسوي أفلام برا. زين أن ما هاجرتوا وسويتوا أفلام. كنا نفكر. فأنور كان هو الداعم الأساسي في 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 كثير من الأعمال الصراحة. فلذلك ذاكرته يمكن هو حاضرة. الأفلام بديناها في 75 فيلم اسم الوفاء. شنو اللي انعكس علينا؟ مثل اليوم لما تروحون انت وتشوفون الافلام اللي تاثرون بها، افلام الاكشن، افلام كانت الافلام الهنديه وافلام الكاراتيه هو المتوفر ايامها. صحيح. لنا يعني فهذه اللي انعكس، فقمنا نجسدها من خلال افلام سينمائيه. الفرق قبل عاد لازم اصور سينما، ما كان في كاميرات فيديو. فكان في كاميرات سينمائيه صغيره، احنا 8 ملم، فكنا نقدم هذه الاعمال من خلال تاثرنا كشباب صغار. السكين تطير، الدم ما ادري ايش يصير، انور يشاق فوق الاسطوح. يعني وغير وغير في لقاء 78 اتذكر عملنا اول فيلم اسمه الاجيال، كان عن التراث. هاي الشيء الوحيد اللي اختلف، بس معظم الافلام السابقه الاعمال الاخوان الوفاء كلها كاراتيه وكلها طق، وكان حلمنا يعني. اسمع عليكم ترى لا انا ولا هو في النشده ما يعطيك الصحه والعافيه. يعطيكم الصحه والعافيه. طيب استاذي، انت بما ان قلت انها كانت تجارب يعني شبابيه، فاذا افلامك اللي انت فعلا تعترف بها وتسجلها هي الزائر والحاجز وفيلم حكايه بحرينيه والفيلم الرابع. منذ عام 1983 حتى اليوم 2007 كاحتراف. كاحتراف. يعني هل كاحتراف تعتبر نهاية الأفلام حتى كاحتراف فجرت قدراتك الفنية، ظهرت إمكانياتك؟ أي مهما كان يعني إحنا ترى يعني قدراتنا ما توقف، كلنا أنا وأنت نعتقد أن إحنا في ذيك اللحظة قدمنا أحسن شيء، لكن لا بعد ما ينتهي نحس أن نقدر نسوي أحسن، نقدر نسوي أحسن. إحنا قاعدين نتعلم.
اليوم لما يقول لك واحد سأل ذيك اليوم من الصحفيين إنه شنو الأسلوب اللي تستخدمه؟ فأقول له ما في شيء اسمه أسلوبي الخاص، إحنا لا نملك أساليب، إحنا متأثرين بكل الناس، تأثرنا بالأفلام اللي شفناها، تأثرنا بالمخرجين، تأثرنا، فمهما قدمنا ما راح تتفجر طاقاتنا لين 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 نموت. احنا نبقى نقدم الافضل الافضل، نحاول قد ما اقدر، واحيانا تصير انتكاسه وانت ما تدري. صح. تقدم عمل لكن يطلع اللي قبله كان احسن منه بالنسبه للجمهور. لكن لازم نعرف شيء واحد، انا اتمنى يعني ان الناس كلها يعني تفهم هذه النقطه، ان كل عمل يقدم لا يعني ان صانعه يقصد الفشل. كل واحد انتم تسوون ذي البرنامج انتم تبون تنجحون، النيه ان احنا ننجح، لكن احيانا تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فيطلع العمل يمكن ما يحبونه هالمره، يمكن يحبونه اكثر من اللي قبله، يمكن ما ندري، لكن كل عمل الناس تبذل فيه جهد كبير وتقصد النجاح من خلاله. نعم، يعني احنا نتمنى ان الاربع نساء القادمات ايضا يحققون النجاح لحمد الشهابي والمخرج البحريني المبدع دائما استاذ بسام الذوالي. احنا شاكرين لك جدا تواجدك معنا في هوا الديره، نتمنى ان نستضيفك في الاستوديو بعد الفيلم الرابع نساء، بس بيكونوا معك ايمان ومياس، انا ما لي دخل في اربع يعني ثنتين نساء واربع بعد صار ست، يمكن ناخذك في الفيلم يعني اضطرتي معاه. شكرا لك استاذ بسام، يعطيكم العافيه، ساعدنا بحضورك، ما قصرت والله.